سكن الليل وفي صوب السكون تختفي الأحلام وسعى البدر وللبدر عيون ترصد الأيام. عشقه أمير الشعراء أحمد شوقي وحافظ إبراهيم ومحمود حسن إسماعيل، كما عشقه شعراء السودان محيي الدين فارس وتاج السر الحسن وجبيلي عبد الرحمن. فلا غرابة إذن أن يعشق محمد الفيتور النيل، لأنه شاعر عربي إفريقي. يعبر عن هذا الجمال الإلهي الذي يلقي به عندما يجد نفسه فوق هذه الموجات الفضية، موجات مياه النيل. هذا الذي لم يستطع شاعر حتى الآن أن يعطيه حقه من الإيفاء. ربما كان شاعر كبير من شعراء أحمد شوقي الذين استطاعوا أن يمدوا يديهم بكثير من الطهارة ليحاولوا انتزاع بعض الجواهر التي تغوص داخل هذه الأمواج من آلاف السنين، من أي عهد في القرى تتدفق وبأي كف في المدائن تغدق، ومن السماء نزلت. ذلك أحمد شوقي. النيل نجاشي أسمر، أحمد شوقي أيضا. يا نيل اجري يا نيل، أحمد شوقي أيضا. إذن أين هو في شعر الشعراء المعاصرين وأنا من بينهم؟ أنا أحد أبناء هذه القارة، أحد أبناء هذه الدلتا الكبيرة، أحد أبناء هذه الأرض الخضراء التي وهبت النماء النمو والازدهار. ثمة شاعر لا يجب أن أنساه الآن، محمود حسن إسماعيل صاحب النهر الخالد. أشعر بكثير من الخجل عندما لا أذكره، وهو أحد المغنين الكبار في هذا العصر، الشاعر الكبير المصري ابن مياه النيل، ابن الصعيد المصري محمود حسن إسماعيل. ثمة شاعر آخر سوداني أنا مسؤول أمام التاريخ أن أذكره الآن، التيجاني يوسف بشير الذي غنى للنيل، الذي كتب أجمل قصائده في مجموعته إشراقة لهذا الموج الإلهي العظيم المتدفق من آلاف السنين والذي سوف يبقى إلى آلاف السنين. جبال الحبشة، المياه النابعة الآتية من البحيرات، ومن أقاصي جنوب السودان
هذا الذي تعيش عليه مئات الملايين من شعوب القارة الإفريقية، الكونغو، زائير، شرق أفريقيا، أفريقيا الوسطى، إثيوبيا، إريتريا، السودان، مصر، حاضنة النيل. نحن الآن في حضرته، هل أمكنني أن أقول شيئا عنه؟ ربما قلت شيئا بسيطا، لكنني في الحقيقة أشعر بكثير من الصغر تجاه هذه العظمة الإلهية. هل أستمر في استدراج ذكرياتي عنه؟ جزيرة توتي في السودان، عندما كنا صغارا وكان هناك الجزيرة على بعد كذا ميل من العاصمة المثلثة، إنها شبيهة بهذا الأفق المتحرك. أي سحر هذا؟ أي عبقرية؟ أي وجود لهذا الخالق العظيم الذي لا تحيط به الأبصار ولا تدركه العقول؟ إيه يا نيل يا سليل الفراديس، عظيم مقدس في انسيابك، لا ترتجف عيناك، إن الضوء مسكوب على الأشياء والصورة في توهج العينين. لا ترتجف، ها هي ذي الأرض التي تضرب في خارطة الدنيا، وهذا هو نيلك الإلهي اليدين. هكذا يحاول شاعر ينتمي إلى هذه الأرض أن يقول شيئا، لكن الحلم والخيال ربما قصر كثيرا عن معطيات الواقع وهدايا الطبيعة. الشاعر الكبير والزميل والصديق والأخ الأستاذ محمد الفتوري، الليبي الأصل والجنسية، السوداني المولد، المصري من دراسة وتقامة، اللبناني الهوى، وكأن القدر أراد لهذا الفنان أن يعيش ويتنقل من بلد إلى بلد حتى لا يمكن أن يقال الشاعر السوداني أو الشاعر الليبي أو المصري، وإنما يقال الشاعر العربي الكبير محمد الفتوري. عاش في طفولته بين الظلم والفقر والطمع، تعلم كيف يقول، اختار أصعب الوسائل الكلمة، قاتل الظلم بكلماته ولا زال يقاتل، لم يستسلم ولم يهمل ولم يتغير، لكنه تطور كثيرا. لست واحدا من أنبياء العصر، لست من فرسانه الذين يحملون رايات النضال أو يحطون مصائر الأمم، لكن لي هوى يكبر كلما أكبر، لم أمنحه مرة لملك متوج، ولم أمرغ وجنتيه فوق أعتاب صنم. صناعة الكلام، قد أجيد تارة وقد أخطئ تارة، لكنني منذ مشت عواصف الحنين في دمي، ومنذ أزهرت براعم الكلام في فمي،
ومنذ ما انطلقت ضائعا مشردا أطوي ليالي غربتي وأمتطي خيول سآمي، كنت عذابي أنت يا إفريقيا، كنت عذابي وكنت غربتي التي أعيشها وشئت أن أعيشها. وحينما غنيت غنيت لعينيك ومست شفتي في وله حروب شهر، حينئذ رأيت فيهما توهج الألم، رأيت فيهما العذاب والشموخ والشمم، صناعتي الكلام ويثقل الكلام في فمي، يثقل الكلام يثقل في فمي، أحس أحيانا كأنما كلامي في فمي مثل جذوع الشجر القديم ضاربات تحت أطباق الثرى، مثل معادن البحار الغائصات أبدا، مثل كنوز الأرض ربما نبصرها بالفكر قبل ما نلمسها باليد أو نحسها بالعين. صناعة الكلام، لا وسام لا وشاح لا ذهب، لا راية تظلني ولا لقب، فلتغفري لي أنني أجيء في نهار عيدك الكبير، أجيء والشمس على صدرك ماسة زرقاء تأتلق، صدرك يا رائعة الجراح قبة الأفق، وعرشك الرياح والجبال والسحب. أجيء لاهث الأنفاس مصلوب العنق، روحي سحابة وجسدي شفق، لا شيء في يدي لا شيء في فمي إلا بقايا مقطع صغير أعزفه في خجلي على الورق. يعد الفاتوري جزءا من الحركة الأدبية السودانية وكذلك جزءا من التراث الشعري المصري، حيث بدأ مسيرته الشعرية بمصر، ومنها أصدر ديوانه الأول أغاني إفريقية. وتبقى الصحراء العربية الكبرى بحضاراتها وبلغزها مرتعا شاسعا لأفكاره ولأشعاره، لهمساته ولمساته. يا ليتني وأنت يا لميس في بلدة ليس بها أنيس إلا اليعافي وإلا الأيس، ذلك الشاعر القديم استوحيت من هنا من هذه الصحراء، لعلها لا تصلح بداية الحديث عن الصحراء، لعلني أذكر ذلك الشاعر الذي جلس يخط أخط وأنقل خط بكفي والغربان حولي وقع، أخط وأمحو الخط ثم أعيده بكفي والغربان حولي وقع. أيضا هو ابن الصحراء، شاعر جاهلية ما قبل الجاهلية، ما يطلق عليهم شعراء صعليك. شنفرات أبط شرا، عروة بن الورد، سليك بن السلكة، أو لعله من جيل طرفة بن العبد القيس والنبغة زياني وزهير بن سلمى وغيرهم من هذا الوقت العظيم، مؤسس لقضايانا الشعرية الكلاسيكية الأولى. لكن الصحراء فقط
لم تنجب للشعر وحده، لعلها انجبت فيما قبل وتنجب باستمرار الأنبياء ليس شعراء وحده. إبراهيم الخليل عليه السلام من الأنبياء، والسلسلة الذهبية لأولئك الخالدين في أديان البشرية السماوية. وصولا إلى محمد النبي العظيم عليه الصلاة، محمد نبي الصحراء، نبي الإسلام. ففي هذه الصحراء بالذات، وقبل النبي صلى الله عليه وسلم، كان هناك قيس قس بن ساعدة، وكان هناك أمية بن أبي الصلت، وكان هناك ورقة بن نوفل، وكان هذا الرهط أيضا من المتقين المؤمنين بالله الذين توجوا فيما بعد بخاتم النبي النبوة محمد صلى الله عليه وسلم في غار حراء. غار حراء كان في داخل الصحراء. تعالوا إذن وانظروا. لا تجيء كأفراس بحر الشمال على شفق غائم، لا تجيء مع الملك الخوف، واختبئوا في كوابيسكم، اختبئوا، والذي تحلمون به يتجسد فيكم، وأنتم تدقون أجراسكم وتميلون صوب انحدار الزمان، بعضكم قدر يسبق الليل أو يسبق الضوء حيث مشى. وتعالوا إذن وانظروا. لا تجيئوا مع القمر المتأرجح يغتالكم في مقاعدكم، لا تجيئوا مع القمر المتأرجح يغتالكم في مقاعدكم ثم يزلق فوق بنفسجة اللون في العتمة. القمر المتأرجح يرصف أشجاره الطحلبية حول عيون العصافير كي لا ترى كيف تولد معجزة الكون. القمر المتأرجح يرصف أشجاره الطحلبية حول عيون العصافير كي لا ترى كيف تولد معجزة الكون. من يقطف الورقات؟ من يقطف الورقات التي يبست عن هياكلها؟ من يقطف الورقات التي يبست عن هياكلها؟ حينما اخترت ناقوسي اخترت صوتي من صدى البحر. حينما اخترت ناقوسي اخترت صوتي من صدف البحر. من يحجب القمر المتأرجح أيتها الشهوات التي انكفأت فوق أجساد أمواتها شبقا عاقرا؟ إنني أمة حصدت موتها. إنني أمة حصدت موتها وسأنبت كالطلح فوق حنوط دمي. وتعالوا إذن وانظروا. السؤال الذي حاولت أن أجيب نفسي، أجيب أنا عنه، لماذا لم توجد الدراما الشعرية في شعرنا العربي؟ يعني هناك شعراء عظام، نابغة دبيان، عنترة بن شداد، زهير بن أبي سلمة، طرفة بن العبد، لكن لماذا لم يوجد منهم الشاعر الدرامي مثل ما وجد أسخيلوس وإوربيدس وسوفوكليس وبقية الذين تتوالوا على مرور السنين حتى شكسبير في إنجلترا وفي فرنسا، راسين وكورنيه وموليير وغيرهم؟ هذه السلسلة، لماذا لم يوجد المسرح إلا عندنا نحن أخيرا؟ هل الصحراء ضد العمل المسرحي؟ هل ضد الإبداع الإنساني في هذا النطاق؟ هل اكتفى الشعراء فقط بتأمل النجوم
التحولات التي تحدث في الغيوم وفي السماوات وفي الجبال من حولهم وفي الينابيع. ولذلك لم يكن أمام الشاعر العربي القديم إلا أن يقول: عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى وصرخ إنسان فكنت أطيره. بهذا المعنى. طيب هذا جزء لقطة مسرحية، مشهد صغير جدا، لكن المسرح بمعناه الذي وجد في مناطق أخرى من العالم وخاصة في اليونان القديم لماذا لم يوجد عندنا؟ هل المرجع هو الدين؟ الصحراء كانت تتواجد فيها ثلاث ديانات قبل الإسلام، كانت تتواجد النصرانية وكانت تتواجد اليهودية بشكل أو بآخر وكانت تتواجد الوثنية. ومعروف عندنا في شعرنا العربي أن أمية بن أبي الصلت أول الناس من أوائل الناس الذين وحدوا الله والذين آمنوا بالله بشكل أو بآخر بمعانيه البدائية الأولى. وكان إبراهيم الخليل صاحب الحنيفة الحنيفية الأولى، النبي العظيم أيضا. هل لهذا لأننا منطقة نشأت فيها النبوات ونشأت فيها الديانات الأولى ونشأت فيها الارتباطات العميقة بالسماء، لم يكن أمامنا إلا أن نتحدث عن الإنسان في صراعه مع الصحراء ومع الأرض ومع البشر، وليس الإنسان الذي يتحدث في صراعه مع المجهول، مع المجاهيل، مع الأساطير، مع الميثولوجيا؟ يعني نحن لسنا تلاميذ هوميروس، وليس هو من تراثنا، هو تراث آخر. لذلك عندما جاء أولئك الشعراء الجدد الذين تلوه اقتبسوا من تلك البحار، من تلك الأفكار، من تلك القيم، من تلك الأحلام، من تلك الأشياء الدافقة والخطيرة والمذهلة في الفكر الإنساني، وكتبوا مسرحياتهم. كتب يوريبيدس كما هو معروف، كتب إسخيلوس كما هو معروف، أوديب ملكا، وغيرها من الأعمال المسرحية. أنا أقول لأن الوثنية التي كانت تسيطر على تلك المرحلة الحضارية من تاريخ اليونان هي السبب في تحرر الشعراء اليونانيين ومحاولتهم خلق الصدامات أو التعبير عن الصدامات القائمة ما بين الإنسان في البداية، ما بين الآلهة كما هو معروف في دراسات البناء الدرامي، ثم ما بين الإنسان في مرحلة أخرى وبين الآلهة، ثم تطور المسرح ليصل إلى هذا المستوى الذي نحن عليه والذي أخذنا به منذ نهايات القرن التاسع عشر، منذ نهايات القرن التاسع عشر أو بدايات القرن العشرين. تلك المامة، وأنا لا أكتب دراسة عن هذا، لكني أتساءل، لابد أن سببا دينيا رئيسيا عاق دون أن نتكلم عن المسرح بشكله الحديث، بشكله الإنساني الدرامي، والمسرح كما هو في مواقع أخرى من العالم. لكن التاريخ لا يقف عند جزء معين من الحياة ولا نقطة معينة في الوجود. التاريخ هذا النهر الأبدي المتدفق الذي يحمل الأشجار الضخمة والأوشاب والأعشاب والبشر والأحياء والأموات، ويتدفق حتى نهاية هذا الكون. لعلني حاولت أن أقول شيئا عن هذه الصحراء، لكنها أعمق بكثير مما يمكنني أن أقوله، وأكبر بكثير مما يمكن لفكري أن يحيط به. فقط أقول لعلنا نستطيع يوما ما أن نتعرف على مدى المعطيات الحقيقية التي بذرتها في أرواحنا هذه التي يسمونها صحراء. هي ليس صحراء، هي بحر من الأرواح والبشر، من القيم والمعطيات، من التوجهات الإلهية نحو السماء، نحو الله، نحو خالق هذا الوجود. الفيتوري حفر لنفسه مكانا بارزا في مسيرة الشعر العربي المعاصر، واعترف به بل وأجمع عليه كل الشعراء ونقاد العرب، وكرم أكثر من مرة تقديرا لعطائه اللامتناهي والمنتمي فقط لوطنه الصغير إفريقية ولوطنه الكبير الوطن العربي.
كان أول تعرفي بالشاعر محمد الفيتوري وهو صبي صغير دخل مرة في مكتبة كان يملكها والد زميل لي في كلية الآداب أيام أن كنت طالبا، وجدت صبيا لا يتجاوز سن 15 أو 16 سنة يسأل عن ديوان أبي القاسم الشابي. قلت له إن شعر الشابي لم يجمع بعد، نظر إليه واستدار خارجا من المكتب. أتيح لي أن أقابله بعد ذلك وهو في حوالي سن 20. قلت له سنة 47 أو 48 أنا لا أتذكر بالضبط، هل كنت أنت الصبي الصغير الذي دخل مكتبة في شارع عربي في الإسكندرية يسأل عن ديوان أبي القاسم الشامي؟ قال لي. قلت له شوف إن الأرض كروية تكبر وتصل دلوقتي إلى نشر شعر كنت أقرأ ابتداءات نشره في مجلة الرسالة وأنا بعد شاب صغير. كلما طالت معرفتي بمحمد الفيتوري أحس بمدى تجاوبه مع الحياة ومدى سموقه الشعري. فالغريب فيه الذي يلفت النظر أنه يجمع بين أصالة الشعر العربي القديم كما تتمثل روح هذا الشعر في نتاج شعراء العرب الكبار وبين الحداثة الشعرية بمعنى الصحيح. تجد شعرا معاصرا فيه كل ما يطربك وما يهمك، وتجد الصياغة العربية الأصيلة التي تدل على شاعر يعرف كيميائية إيقاع لغته القومية في الوقت الذي لا يعرف فيه كثيرون ممن يدعون الحداثة كتابة جمرة شعرية سليمة. عتبات أبي وأنا عابر ذات يوم هنا، أنا هذا الذي يتغشاه طوفانه الآن، أنا هذا الذي يتغشاه طوفانه الآن فوق الرخام الملون، فوق سطوح الرخام الملون، تلمسني فأصير هواء، تلمسني فأصير هواء، وتبصرني فأغيب، وتثلج في شفتي عصور التلكؤ، تثلج في شفتي عصور التلكؤ. ثمة سفن مدارية من تلكؤ ذاتي في قنوات الرجال البنفسج، ثمة سفن مدارية من تلكؤ ذاتي في قنوات الرجال البنفسج، تعرج في الشمس آونة أو تحلق في الموت آونة، وكمثل الشروخ العميقة في كبرياء المدينة تمخر سفني في كبرياء الرجال البنفسج، كمثل الشروخ العميقة في كبرياء المدينة تمخر سفني في كبرياء الرجال البنفسج مثقلة بالمجاذيف، سفني تمخر في المدن الأرض عبر صفوف الرجال المدانين في مجد أيامهم تتقاطع فيهم ولا تنتهي، حيث ينهمك الشفاقيون في رقصة السمك الذهبي،
ينهمك الشفقيون في رقصة السمك الذهبي المعلق في سلة السرطان. عتبات أبي، عتبات أبي، وأنا سفن حاصرتها جيوش الظلال التي احتشدت في زوايا المكان. هكذا صور الفيتوني الوحدة في شعره، وهكذا شعر بها. ومن من الشعراء لم يعاني من الوحدة ولم تأخذ منه الوحدة كل ما أخذ؟ هذه الوحدة أكيد كل من يشعر لحظات يشعر فيها أنه وحيد، حتى وهو بين أهله وأصحابه، وحيد من الخلان في كل بلدة. هذا أبو الطيب المتنبي، وحيد من الخلان في كل بلدة. إذا عظم المطلوب قل المساعد. هذا أبو الطيب العظيم الذي لا يمكن إلا أن نحني جبيننا عندما نتذكر قامته الشامخة، شاعر الأمة العربية الباقي الخالد. ربما كانت ظروفه أقسى، قامته أعلى وظروفه أقسى، لم تكن لديه هذا الذي هذه الأشياء التي توفرت لنا الآن. كان وحيدا بكم بمعاني الوحدة، إحساسا، أرضا، وإمكانيات، وظروفا، وواقعا حضاريا. نحن الآن نمتلك الفيديو والأقمار الصناعية والراديو وكل ما توصلت إليه عقلية الإنسان المعاصر من تكنولوجيا راقية وغير راقية. نقرأ عن ثورة المعلومات، الإنترنت أخيراً، الإنترنت أيضاً، والتدفقات المستمرة في العقل البشري في صدامه العظيم مع الطبيعة ومع الكون ومع الإرادة اللامحدودة. يبقى إذن الوحدة بالنسبة لنا كشعراء في هذا العصر. أعتقد أن كثيراً من بعض منا، نحن الشعراء المعاصرين بالذات الذين تمتد أعمارهم حتى 50 حتى هذه اللحظة، نفتعل الإحساس بالوحدة، لأن الوحدة ليست هي الوحدة التي كان يعانيها شاعر مثل أبي الطيب المتنبي أو عمرو القيس في صدامه من أجل إعادة عرش أبيه، وطرف ابن العبد من أجل غربته التاريخية، ولا حتى رامبو الشاعر الفرنسي الذي هاجر الدنيا كلها بعد أن أفرغ جعبته من الشعر وقرر أن يعيش في القارة الإفريقية في أريتريا في إثيوبيا. أن يتحول من شاعر عظيم يبقى اسمه في التاريخ إلى الأبد إلى تاجر أرادت له الأخدار أن يصل إلى هذا المصير. إذن الوحدة في تقديري أنا في هذا العصر بالذات يفتعلها شعراء كثيرون. الوحدة والغربة والنفي. أعلم أن كثيرا من أصدقائي وزملائي ورفاقي الشعراء يدعون أنهم منفيون، وهم منفيون في أرقى فنادق باريس، فنادق 5 نجوم، منفيون، ويجلسون في أفخم الصالونات في لندن وفي باريس وفي مختلف، ويقولون أنهم شعراء منفيون ويبكون على النفي وعلى الغربة وعلى الإحساس بالوحدة وعلى الاضطهاد. أي اضطهاد؟ لا أنتقد أحدا، لكني أتكلم من زاويتي أنا. الوحدة ربما يحس بها الإنسان في لحظة عندما لا يجد قلبا يتسمع إلى نبضات قلبه. هذه هي الوحدة. عندما لا يجد وطنا يؤويه بكل الحب والعطف والرعاية، هذه هي الوحدة. ولكن لها شروطها ولها التزاماتها ولها أيضا ثمنها. ذات يوم وكنت في المغرب منذ أشهر قليلة، حيث كنت أعمل في مكتب الأخوة العربية، مكتب السفارة الليبية في المغرب، حيث كنت أعمل مستشارا في هذه السفارة منذ أقل من سنة تقريبا. وقفت أمام المحيط الأطلسي، على شاطئ المحيط الأطلسي، وقفت وحيدا فارضا وحدتي على ذاتي، مستغرقا في هذه الأماد، هذه الآفاق، هذه الغيوم المتواصلة
على امتداد البحر الأطلسي، ورائي جبال الأطلس وأمامي البحر الأطلسي، المحيط الأطلسي، شيء رائع ومذهل هناك وفي كل مكان. ووقفت وشعرت بتلك اللحظة وحدة الوحدة، لحظة الوحدة. ربما عانيت وحدة هي اتحاد بالكون، لأني أنا أقول في هذه الأبيات مثلا وأنا أخاطبه سبحانه وتعالى، أقول: لوجهك يا سيد القلب، لوجهك يا سيد القلب ما سال من ذهب العمر مختلطا بالرمال، وما نقشته الرياح القديمة من صور في الجبال. لوجهك يا سيد الكون تغدو حقول النجوم بحارا من الضوء، هادرة في دجى مطبق من هيولاك، محرقة بصواعق سيفك أزمنة الموت والظلمات. وفي نهر وجهك تسبح روحاني زنبقة سكبت عطرها في صلاة الصباح لديك، ونورسة أبصرتك مع الفجر فاستغرقت فيك مأخوذة الكلمات. بلى، ولأنك يا سيد الذات، لأنك أنت، ولأنك يا سيد الذات تشبه ذاتك في ملكوت صفاتك في كل حال، خلعت تاجها الشمس عند الظهيرة، واحتجبت في سرادقها الشفقي لتملأ ثانية كأسها من رحيق الجمال. سيدي ولوجهك رقصت أقنعتي عاريا، وتسلقت أغصان موتي، وأطرقت في ذروة الوصل أصغي إليك وأنت تكبلني في دموعي وصمتي، وتسكبني في ترابي وتقسو فتملأني من عذابي، وترفع عني الغطاء، تراك قسوت لأذكر عمري الذي كان تحت السماء، تراك قسوت لأذكر عمري الذي كان تحت السماء، وصوتي المرصع بالعشب والملح في زمن النور والأنبياء، وحريتي كيف كانت حياة وكانت صباحا وكانت مساء، وكيف استحالت فلم يبقى إلا رماد الحرائق والكبرياء، استحالت فلم يبقى إلا رماد الحرائق والكبرياء، وبعض من الشعر، بعض من العشق أكتبه وأغنيه وحدي، غضبان متشحا بالكآبة، غصان مختنقا بالبكاء. كنا في سن السبع، ده الشباب، سن مبكر جدا، وكان في هذا الزمن أغنياء القوم كان لهم عكس أبناء اليوم، يعني معلش كان لهم صلة وطيدة بالأدب وبتشجيع الأدب خاصة في النشأ منهم. فكان هناك رجل كبير اسمه عيسو باشا زايد، دفع مبلغ من المال لأجل يجري المسابقة بين شعراء الشباب الطلبة في الكليات والمدارس. اشترك في المسابقة ولا أعلم من معه من المسابقين. ظهرت النتيجة
ونجح فراغي. الأستاذ محمد الفيتوري وأنا أهل عيسى وكان خالدي أستاذ هذا الحق دول. هذا الثالث اكتفى بالحق الدولية من خلال لبسة القضاء حتى بلغ منصب مستشار في أعلى محكمة في مصر محكمة الحكم الإداري. أما أنا الأستاذ الفيتوري كان منسينا مع الشعر في المكتبة الطويل لما ابتلت مع الزمن. أنا كان لي حجمي، أما هو فقد كان كالمارد في القمقم، حطم القمقم وانفرد في السماء وفي الجو. كتب كل ألوان الشعر، تبع شاعر حمودية، ولكنه كان غير كل الشعر العمودي قرأناه وما زلنا نقرأه. كان متفرغا في مكتب ومكتب الشعر العمودي، بل يتميز هذا الرجل والنهاردة واحد من عمالقة الشعر الحديث العام العربي، ما زال يكتب حتى الآن رسائل عمودية. هذا لأنه هو ابن هذا الشعر وأصبح أب هذا الشعر، فلا كل أبنائه في حبه. عندما كتب القصيدة الحديثة شعر الحر، شعر الجديد، شعر التفعيلة، كلها مسميات واحدة تتفرعت منها مزايا ومدارس وكل كلمة في أبد بعضهم، خاصة الشباب في هذا الزمن والزمن السابق. أما هو في سر يعني عظمة هذا الرجل هو قال ما لم يقله في الصيغة الفنية، الصيغة الشعرية، الصورة اللي عطل عليها شيء غير مسبوق، وهذا هو سر عظمة هذا الرجل. عندما نلتقي في هذا الزمن برضه كان أخي الدكتور أحمد نشأت، أنا متفكر عشان الصلة المبكر الله يرحمه فوزي العنتيل، وشعراء حقيقة منهم من أطل الله مد الله في عمرهم، ومنهم من التقى بوجه الله الكريم رحمهم الله. نرجع نعود للفيتوري. عندما قد نلتقي أنا وهو في بعض الندوات، هو في شيء من التدلل عندما يقول شعرا، ولكنه يقول بعد ذلك عندما يطلبه الجمهور عشان يقوله بإلحاح، هناك تتعدد الأصوات، واحد يقول نسمع قصيدة كذا، والثاني يقول لا قصيدة كذا، لا، هناك حفظ تام لدى الجمهور لأكثر أو لعدة عدد قصائد عديدة لهذا الشعر الكبير، والكل يطالب أن يسمع من الشعر قصيدته المفضلة لديه. هذا هو مركز محمد الفيتوري ومكانته الأدبية التي وصل إليها بعرقه وبجهده وبثقافته الكبيرة جدا وبشعره الأكبر. الفيتوري شاعر إفريقية الأول بلغة الضاد، لغة العرب، لذلك فقد خصها بأربعة دواوين من دواوينه، وقال فيها الكثير وثار لها وتأملها وتحمس من أجلها، بل وقدم لها عصارة قلبه وفكره. ما زلنا نفس المكان في نفس الموقع في نفس الزمان. السؤال الذي أفاجأ به دائما هو ولماذا أنت بالذات الذي أتيح لك، أو ربما لماذا أرتفع عليك هذه المسؤولية كشاعر أن تتكلم عن أفريقيا، شاعر عربي ابن الحضارة العربية والفكر العربي والثقافة العربية والدماء العربية ابن هذا العصر، لماذا أنت بالذات تتكلم في أربعة دواوين شعرية عن القارة الإفريقية، عن الإنسان الأسود، عن تاريخ الإهانة الكبرى للإنسانية منذ قرابة 400 عام؟ أغاني أفريقيا، عاشق من أفريقيا، أذكريني يا أفريقيا. وأنا أيضا أتساءل لماذا بالذات لقد نشأت، وأقول نشأت وترعرعت عيناي إذا صح التعبير، أين؟ في مدينة لا يوجد بها هذا العار، عار التفرقة العنصرية، مدينة الإسكندرية، مدينة الجميلة الساحلية
التي تقع على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، حيث كانت القبائل المهاجرة من ليبيا بالذات تقيم هناك، منطقة الإسكندرية، منطقة المكس، البرديان، القباري، الأنفوشي. في هذه المنطقة تحركت قدم هذا الطفل الصبي صغير، وهو متجه إلى الكتاب يحفظ القرآن، وهو متجه إلى المدرسة فيما بعد، وهو عائد إلى بيته، وهو هناك لماذا؟ هذا هو السؤال. هل لأنني عندما كنت أجلس مع رفاقي في المعهد الإسكندرية الديني، أولئك القادمون من أين؟ من مختلف بقاع العالم ومن مختلف المناطق الريفية في مصر، كانوا كلهم يتشابهون وكنت أنا وحدي المختلف، كنت ذو اللون المختلف وذو الأحاسيس المختلفة أيضا. لكن ذلك لا يعني عندما يولد شاعر أن يتحدث عن مسألة عابرة تستغرق عمره وتستغرق حياته مثل ما حدث لي. أنا أقول بالإضافة إلى ما في عروقي من دماء أفريقية، بالإضافة إلى ما في روحي من وراثات أيضا أفريقية مختلطة مع الوراثات العربية، هناك السيدة عجوز أشرت إليها دائما، احتضنتني ووضعتني في صدرها، وكانت وأخذت وظلت تسكب في روحي من عبقها الحزين. تلك هي جدتي، تلك هي القارة الأفريقية، لعلني تحدثت عنها كثيرا. لست أنا الذي كان يكتب تلك الأبيات القصائد الدواوين ثم انتهت وبقيت. إفريقيا استيقظي، لمن كنت أوجه النداء؟ استيقظي من حلمك الأسود، قد طالما نمت، ألم تسأمي؟ ألم تملي قدم السيد؟ قد طالما استلقيت تحت الدجى مجهدة في كوخك المجهد، مصفرة الأشواق معتوهة تبني بكفيها ظلام الغد. أنا أنفعل دائما عندما أتحدث عن هذه المرحلة من حياتي الأولى، ذلك الصبي الصغير المحترق بالمشاعر وبالرؤى الغائمة وبالوراثات العميقة البعيدة المحزنة المتطرفة التي تتسرب في داخل روحه. أيضا عندما قلت لها ذات يوم، الملايين وأفاقت من كراها ما تراها، ملأ الأفق صداها، خرجت تبحث عن تاريخها بعد أن تاهت على الأرض وتاه، خرجت تبحث عن تاريخها بعد أن تاهت على الأرض وتاه، حملت أفؤسها وانحدرت من روابيها وأغوار قراها، فانظر الإصرار في أعينها وصباح البعث يجتاح الجباها، يا أخي في كل أرض عريت من ضياها وتغطت بدجاها، يا أخي في كل أرض وجبت شفتاها وكفهرت مقلتاها، قم تحرر من توابيت الأسى، لست أعجوبتها أو مومياها، انطلق فوق ضحاها ومساها، يا أخي قد أصبح الشعب إلها، أصبح الشعب إلها. لا أريد أن أعبر هذه المرحلة دون أن أشير إلى أنني عندما كتبت هذه الدواوين الأربعة، كانت الثورة المصرية، كانت ثورة عبد الناصر قد انفجرت في الوطن العربي كله سنة 1952، كانت لم تكن ثورة مصرية فقط عربية فقط، كانت ثورة إفريقية إنسانية. ذلك هو التاريخ، أنا لا أشهد ببراءة أحد، لكن هذا هو التاريخ. واستيقظت القارة الإفريقية في ظل نداءات عبد الناصر، وكنت أنا أحد الأصوات. أذكر أني عندما قلت في قصيدتي استيقظي استيقظي إفريقيا، وقلتها في أحد في جمعية شبان المسيحيين، كان ذلك سنة 1954، لم أكن قد أصدرت ديواني الأول، كنت ضمن مجموعة من الشعراء، كان ثمة بعض أعضاء مجلس قيادة الثورة حينذاك، صلاح سالم وجمال سالم وآخرين من أعضاء مجلس قيادة الثورة،
وأنا واقف ألقي قصيدتي. إفريقيا إفريقيا استيقظي استيقظي من حلمك الأسود. أين ذاك؟ أذكر ويذكر الذين كانوا موجودين أن وجوههم التفتت إلى الخلف ليروا من هذا؟ من صاحب هذا الصوت؟ لم يكن لي فضل في شيء من ذلك. واستمرت الإيقاعات، استمرت الأمواج، استمرت هذا العبق الحزين في روحي يتدفق، إلى أن أكملت الأربعة دواوين شعرية في أغاني أفريقيا. عاشق من أفريقيا، اذكريني يا أفريقيا، أحزان أفريقيا. ما الذي بقي لي لكي أتحدث عنه أنا هذه المرحلة؟ توقفت، بقيت أربع سنوات أو أكثر لم أكتب، حتى سنة 1964، وحين ذاك كنت قد قررت الحياة في السودان. عدت إلى السودان لأتولى رئاسة التحرير أكثر من صحيفة سودانية لا داعي لذكرها الآن، صحيفة ومجلة، وهناك كتبت، انتقلت معاناتي إلى واقع آخر، هو واقع الواقع السوداني، الواقع العربي فيما بعد. ولذلك أصدرت مجموعة دواوين المعروفة، وهي البطل والثورة والمشنقة، أقوال شاهد إثبات، ابتسمي حتى تمر الخيل وإن كان في وقت متأخر، سقوط دبشليم، وعدد من الدواوين الأخرى في تلك المرحلة من هذه الحياة. للشاعر محطات حياتية وشعرية هامة صنعته شخصيات، وأثرت فيه أماكن، وسهرته تجارب، توقف عند تواريخ، جنب منها ما جنب، وتأمل فيها ما تأمل، وانشغل بها وانفعل، حتى أصبح في النهاية صورة تكاد تكون مرسومة بخطوط حفرتها كل تلك المحطات. ومحمد الفيتوري من هؤلاء الشعراء. لا يستطيع أحد أن يعرف من أين تأتي الدموع، وأنا أيضا لا أستطيع أن أعرف من أين يأتي الشعر، من أين يأتي الفرح، من أين تأتي الأشياء البعيدة داخل هذا النفق الحياتي لتصطدم بمشاعر إنسان، لتتحول إلى إيقاعات، لتتحول إلى صور، لتتحول إلى ما يسمى بالشعر. كنت صغيرا وما زلت أرى نفسي ذلك الطفل الصغير المتدحرج في أزقة مدينة القاهرة بالذات بعد مدينة الإسكندرية، أتطلع إلى عيون الآخرين ووجوههم بكثير من الخوف والشفقة والإشفاق، أحاول أن أقول شيئا عما أرى وعما أحس فتعجز كلماتي، أجد نفسي دون قدرة على مواجهة الأشياء التي تصطدم بي صباح مساء. هل كان ذلك همي حين ذاك؟ همي الشعري؟ همي الشعري الصغير؟ ربما، لكن أحاسيس ذلك الطفل الصبي اليافع الذي كان يتدحرج في تلك الأزقة، أزقة تلك الأيام، أعتقد أنها كانت متصلة بشيء أعمق من همومه الشخصية. ربما كانت تلك البداية الحقيقية لكتاباتي الأولى. يطن الآن في أذني، في سمعي، يطن بيت من الشعر قلته في أواخر الأربعينات، لم أكن قد عرفت في بعد كإنسان يطمح أن يكون شاعرا. أعتقد حدث ذلك سنة 48، أعتقد، لأن البيت يبدأ هكذا، والقصيدة نشرت في إحدى الصحف حين ذاك، وكنت لم أتجاوز 17 من عمري حين ذاك. قلت
أمجلس الأمن أم ذا مجلس الوجل؟ ما أبعد الفرق بين القول والعمل. تلك القصيدة نشرت حين ذاك في مجلة أعتقد اسمها الأمانة أو ربما العالم العربي. كان يرأس هذه المجلة ويمتلكها أديب وكاتب مصري اسمه أسعد حسني، كلنا نحن أبناء تلك المرحلة نشرنا قصائدنا في مجلته حينذاك. لم تقف الأمور عند حد الشاعر الذي يقف وهو صغير ليعالج قضية فلسطين في تلك المرحلة البدائية الأولى. أمجلس الأمن، لقد كان أنشئ مجلس الأمن حينذاك، أم ذا مجلس الوجل؟ ما أبعد الفرق بين القول والعمل. لكنني حينذاك أيضا كتبت قصيدتي تلك، وسأسمح لنفسي بقراءة بعض من أبياتها. يقول شاعر تلك الأيام المولود فيا، يقول في أبيات أسميتها قطرة ضوء في تلك السنوات الأولى، ربما يلمس أو يحس المستمع أنني أتحدث عن هم شخصي في هذه الأبيات، لكن الأبيات تقول هكذا: يا جفني يا الساهدة نم، قد رقدت حتى الظلم، حتى حقول الحنطة المتشحات بالسقم، حتى مسارج الزيوت العالقات بالخيم، حتى عيون الأفق المنطفئات في سأم، حتى مباخر الشذا، حتى مراوح النسم، حتى أراجيح الظلال الراقصات بالقمم. لم يبقى في الوجود كائن سوانا لم ينم. نحن الذين نقطر الضوء بأجفان الرمم، يا كم تكحلنا بليل وتدثرنا بهم، يا كم تكحلنا بليل وتدثرنا بهم، وكم مشينا فوق شوك اليأس من نجم لنجم، وكم حرثنا حقلنا بفأسنا الأعمى الأصم، وكم حصدناه حصدنا ما زرعنا ثم لم، بلى جنينا ملء أيدينا جراحات ودم، كأننا لما زرعناه بذرناه ألم. يا جفني السائد نم، قد رقدت حتى ظلم. كان ذلك الصوت صوت إنسان يحس بألم ما، ربما ألم شخصي، لكن انعكاس الألم أخذ وجهة أخرى أكبر مما كان يحس وأكثر اتساعا مما كان يرى. لا أريد أن أحلل قصيدتي، لكن أقول أن ذلك الصبي في تلك الأيام عندما كان يعاني هما شخصيا إنما كان يجعل من همه الشخصي هما أكبر من همه الشخصي هما اجتماعيا. ولعلني من هنا انطلقت لأقول قصائدي الإفريقية التي قال عنها يوما ما بعد أن عرفت، بعد أن أصدرت ديواني الأول أغاني أفريقيا، قال عنها كاتب وناقد معروف هو الأستاذ محمود أمين العالم أن الفيتوري يعكس همه الشخصي، يسقط همومه، يسقط عقده، يسقط أزماته على أزمات القارة، أقارة بأكملها هي القارة الإفريقية. إذن يختلط الهمان، يتبلور الهم الكبير في النقطة الصغيرة، الهم الصغير. ومن هنا أعتقد أنني أخذت وجهتي الحقيقية في الحياة، وهي أن أكون شاعرا ذا هم أكبر مما أحتاج وأكثر مما أستطيع وأعمق مما أحس. هل أتطلب من الشعراء الآخرين أن يأخذوا بهذا المنحة؟ لا أستطيع، لا أستطيع إلا أن أقول أن ها أنا ذا. وعلى كل شاعر أن يأخذ مجراه مثل النار، أن يتوهج في حدوده
مثل النجم أن ينطلق في وجهته مثل ما أرادت له المقادير. رحلنا وارتحلنا، ومهما طال الترحال فهو حقا حسنا. من غني محمد في الدين الشاعر قارئ الكبير. وما زالت القافله تسير، وما زالت المياه تتدفق، وما زالت الحياة مستمرة، والشعراء لا يندبون إنما قد تتوقف خطواتهم، ولكن إلى حين.